صباح الخير من ضمن مواضيعنا لليوم بدنيا دنيا. عم نتابع حملة صداقة ومبادرة في مؤسسة حضانة. للي بيتابعنا أول مرة، مبادرة في مؤسسة حضانة وحملة صداقة أخذت على عاتقها تفعيل والتوعية بالمادة 72 من القانون. المادة 72 شو بتقول؟ إنه إذا في عنا 20 سيدة في المؤسسة بمعدل 10 أطفال تحت عمر الأربع سنوات يحق إنشاء حضانة لترعى هالأطفال. طبعا كان في عدة ورش عمل للتوعية بالموضوع، وآخرها كان مؤخرا ورشة عمل السادسة. هاي الورشة هي التقييمية اللي بتورجينا على أرض الواقع شو صار في تغيير. معنا مجموعة من السيدات من كل يمكن مجال، كيف نقدر إحنا نطبق هذا القانون بمصانعنا وأيضا بمؤسساتنا. بنرحب بداية بريم أبو الراغب. صباح الخير. صباح الخير. ريم، أنت عضو في حملة صداقة بالفريق التقني. الفريق نعم. التقني يعني اللي بيساعد انه يكون في عندنا حضانات بالمؤسسات الموجودة عندنا بالأردن بكل القطاعات. وكمان نعم. بدي ارحب بزينب، عفوا غدير محو، غدير رئيس قسم الحضانات من وزارة التربية الاجتماعية. اهلا وسهلا فيك غدير. وكمان معنا زينب الشوابكي، مدير شؤون الموظفين. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بدي أبدأ من عندك ريم، يعني عم نحكي عن 6 ورش عمل، ومؤخرا هاي الورشة اللي بتورجينا إحنا وين صرنا بعد ما حكينا عن المادة 72 وعينا فيها، رحنا على كل القطاعات، عم نحكي عن مصانع، تعليم، صحة، البنوك، وأيضا بالاتصالات اللي أكثر القطاعات تشغيلا للمرأة. عنا تقريبا 162 شركة بتشغل أكثر من 100 سيدة عاملة. نعم صحيح. و22 الشركة أخذت على عاتقها أنه التزمت بالحضانة. نعم. فخبرينا كيف هيك الوضع التقييمي بعد هاي الورشة؟ زي ما قلتي، هاي كانت ورشة تقييمية للخمس ورشات اللي صارت قبلها. هاي الورشة كانت ناجحة صراحة، عشان أكثر من 22 شركة حضروا الورشة، وهدول 22 شركة عندهم نية إنهم يؤسسوا حضانة في مكان العمل. هلأ العشرة منهم بدأوا التنفيذ على أرض الواقع. فكانت هاي الورشة كمان ممكن تساعد الشركات أو المؤسسات اللي بدها تأسس هاي الحضانة في مكان العمل. ممكن شركة جابت مخططات، شفنا إيش ممكن يصير في تغيير مثلا يكون عملي، إيش ممكن وزارة التنمية الاجتماعية ترضى فيه ماشي مع قوانينها وتعليماتها وإيش لا. فكمان كان في هذا الجزئية من المساعدة الفنية أو التقنية للشركات في هاي الورشة. كتير حلو. هلا احنا بنحكي انه يعني في عده حلقات وصل بالموضوع. حمله صداقه باعتبار حلقه الوصل بينكم وزاره التنميه الاجتماعيه وبين وزاره العمل، وانتم المخولين لترخيص الحضانات. فبعد ما حضرتوا الورشات وكنتوا على اطلاع بهالمبادره، شو بتحسي وزاره التنميه الاجتماعيه قدمت لهيك حمله، وكمان كيف سهلت موضوع انشاء حضانات؟ هلا وزاره التنميه الاجتماعيه هي الجهه الرسميه المخولة لترخيص الحضانات وتجديد ترخيصها ومتابعتها ورعايتها والإشراف عليها. هلأ بالنسبة للمؤسسات، صدرت تعليمات جديدة بداية السنة 2014، اجت بطريقة مخففة ومبسطة لكل المؤسسات عشان تشجعهم انهم يعملوا حضانات في مكان العمل. حلو. يعني ما صعب انه يكون في حضانه على بالمؤسسات الا من خلال وزاره التنميه الاجتماعيه. نعم. طب بتحسي لما بدكم تروحوا او من خلال جولاتكم بكل القطاعات، قديش احنا عندنا جاهزين مؤسساتنا ليكون في حضانه؟ يعني قديش شوي الموضوع فيه كان عراقيل بالنسبه لوزاره التنميه تحديدا؟ هلا بالنسبه للورشات، احنا لما اجتمعنا معاهم شفنا شو تحدياتهم، شو مشاكلهم، شو الصعوبات اللي واجهتهم لهاي المؤسسات. اكتريتهم يمكن كان في موقع او انه المكان يوجد مكان مناسب لبيئه وتوفير بيئه امنه للطفل. طبعا احنا كلياتنا بنشتغل على هدف واحد اللي هي مصلحه الطفل وتوفير بيئه امنه له، ويكون بعيد عن كل امور الخطر والسلام، يعني يكون متحقق امور السلامه العامه. يعني شرحنا لهم، قدرنا انه نلاقي لهم ايش الصعوبات ونحل لهم اياها كل هذه المشاكل اللي واجهوها.
ممتاز. زينب، يعني انتم من ضمن الشركات اللي بدات وتقريبا يعني انهيتوا تاسيس الحضانه، فالف مبروك، منهنيكم زينب. انا حكيت في البدايه انه في 22 شركه التزمت، يعني خلص هلا هدول 22 شركه رح يكون عندهم حضانه ان شاء الله. انتم من الشركات اللي بنات وانتم خلصتوا يعني الحضانه، فاحكي لي شو هالحماس اللي بعد ما حضرتوا الورشه على طول قررتي انه يكون في عندكم حضانه؟ كيف يعني قديش تحمستوا تشجعتوا على الفكرة وأخذتوا خطوات لتحقيقها؟ بصراحة إحنا بشركتنا في 125 عاملة، من ضمن العاملات كان في عاملات منتجة ويعني بتزيد الإنتاج عندنا بالشركة. كان سبب تركهم للشغل إنه مش عارفين يأمنوا البابيات، مش لقين مكان يحطوا الحضانة، يعني هاي الأسباب المعيقة للمرأة العاملة. طبعاً فيش مرة بتطلع على مكان شغلها إلا بيكون في عندها تحدي وفي عندها ظروف اقتصادية، بتضطر تقعد بالبيت بس لأنه ما في حضانة، ما في مكان أمن البابي، وحتى غياباتها كانت تكثر. ليش؟ لأنه ما في حضانة. هلأ بصراحة أول ما طلعت المبادرة إحنا كنا ناس معارضين، حضرنا أول ورشة كانت عن طريق. ليش كنتوا معارضين؟ بتعرفي يعني هلا صاحب العمل نظرته انه في تكلفه، في يعني ما بيعرف قرار وبدكم تنفذوا، ما عرفنا شو التفاصيل. رحنا على وزاره العمل حكونا في حمله صداقه فاتحه ورشه بتاريخ معين مدينه الحسن، حضرناها سالناهم جاوبونا على اسئلتنا، وكان في تسهيلات كثير، وحكوا انه الشركات اللي رح تبادر رح يكون في لها دعم تقني ودعم فني، واي مشاكل رح تواجهوها احنا رح نكون يعني بالضبط. بنفس اليوم اللي حضرنا الورشة فيه رجعت على مسؤولتي وطبقنا القرار. يعني حلو مباشرة. يعني دائما يمكن لما نسمع عن الشغلة من بعيد لبعيد ما بتكون واضحة ومنكسل أو بنستصعبها، ولكن حضور هيك ورشات طبعاً وهون طبعاً. دور كمان يعني دائرة شؤون الموظفين إنه تكون على متابعة إيش عم بيصير عنا بهيك ورشات عمل. لما حضرتوها تشجعتوا، حسيتوا إنه الموضوع مش صعب؟ بصراحة كان في أسئلة كتير يعني ما عنا أجوبة إلها، يعني مثلا إنه المكان مناسب مش مناسب إحنا ما بنعرف، مهيئ مش مهيئ. استشرنا التنمية طبعا مشكورين على جهودهم، ما قصروا، يعني كانوا احنا هيئنا مكان واعطونا ملاحظات، غيرنا مكان تاني. حلو. حتى الشغلات الصغيرة الكبيرة كنا على التواصل دائم معهم. حلو. وبشكر جهودكم. يعني هون عم تحكي زينب عن التحديات، انه اول اشي يمكن صاحب الشركة يحكي انه انا هذا مش مجال اختصاصي، هو اظن هذا اكبر تخوف عندهم. فانت هون من خلال عمل كبير الفريق التقني، شو دوركم؟ ايش سهلتوا؟ احنا لك هذا دورنا في الفريق التقني، لانه هن ما عندهم المعرفه في هذا المجال. احنا اللي بدنا نعمله انه كفريق تقني نسهل عليهم هاي الشغله ونحسسهم انه هو مش إشي كبير قد ما هن يعني الخوف اللي عندهم يروح. هلا احنا كفريق تقني ممكن نعمل كثير. اذا شركه او مؤسسه قررت انها هي تاسس حضانه ممكن نطلع على المكان نكشف عليه، مثلا هلا صار في انه في فندق بده ياسس حضانه، بنطلع بنطلع على الموقع بنقول ممكن ما يزبط، خلينا نلاقي محل ثاني بعد ما يتلاقى الموقع. وهي هاي كمان مشكله عند الشركات، في شركات ما عندهم موقع، ما عندهمش كمان يعني فراغ في المؤسسه انهم يخلوا غرفتين او ثلاثه فاضيين لحضانه. فممكن الموقع نكشف عليه نقول انه بتماشى مع تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية والدفاع المدني ووزارة الصحة، ممكن نعملهم بس يكون الموقع مناسب، ممكن نعملهم مخططات وين يحطوا العفش، إيش بدهم، ألعاب تعلمية، أدوات يستعملوها، كل إشي محتاجينه عشان يتسهلوا لا الحضانة. إحنا ممكن إنه نعملهم ليست فيه ونعطيهم إياه. هلأ في مرحلة متقدمة إنه بيكون في التوظيف. هلأ إحنا ما بنقدر طبعا نساعد بالتوظيف، ولكن نقدر نعطيهم زي توظيف بالحضانة، قصدك توظيف بالحضانة، مقدمة الرعاية والقائمة على شؤون هاي الحضانة. بس احنا ممكن نعطيهم شروط. شو الشروط؟ ايش مفروض تكون المتطلبات؟ ايش المسؤوليات لمقدمة الرعاية؟ ايش لازم تعمل؟ وان شاء الله في مرحلة متقدمة رح يكون في جهات عم بتقدم تدريب لهاي مقدمات الرعاية وهاي المؤسسات. يعني انتم كمان من ضمن مخططات انه تدربوا ان شاء الله راح يتوظفوا بالحضانات. فهلا مثلا لكل الشركات او المؤسسات اللي حابه تتواصل معكم، كيف تقدر تتواصل؟ شو الخطوات ليكون في حضانه من خلال وزاره التنميه؟ هلا بدايه اي مؤسسه
صاحب المؤسسة بروح براجع المديرية المعنية كلهم على حسب اختصاصهم بأي منطقة، بيقدم طلب تأسيس وبيطلعوا لجنة فنية بتكشف. هلأ اللجنة الفنية هي مشكلة من الدفاع المدني، من وزارة الصحة، من وزارة الأشغال والأمانة، بيطلعوا كشف على هذا المبنى بشوفوه إذا مناسب مبدئياً، بيعطوهم 4 كتب مخاطبات للجهات الرسمية اللي هن برضه وزارة الدفاع والصحة والأشغال والأمانة. هلأ بعد ما يجيبوا المخاطبات وبيتم تأثيث الحضانة بعينه الجهاز الكادر الوظيفي كامل، بيرفع المعاملة للوزارة. الوزارة بيصير في لجنة مركزية وبيطلع الترخيص بقرار من معالي الوزير. حلو، يعني انتوا على كل حال جهودكم مشكورة انكم سهلتوا الموضوع، يعني ما يروح ذهن انه في شروط جديدة او تعليمات جديدة هي تصعيب، بالعكس هي تسهيل. بالعكس هي التعليمات المؤسسية هي اجت كتير مخففة ومبسطة. صحيح. عن التعليمات ترخيص الحضانات الخاصة. يعني هذه اجت كتير مبسطة، كون انه هو الحضانة اللي بدها تصير هي عبارة يمكن تكون غرفة او غرفتين بنفس مكان العمل. يعني كانوا الناس بتخوفين قبل هيك أصحاب المؤسسات إنه تعرفي، لأنه الحضانة أطفال الحضانة الفئة العمرية صغار، يعني من عمر يوم لعمر 4 سنين، فبدهم مسؤولية وبدهم رعاية، فكانوا متخوفين من هذا الإشي. هلأ إحنا لما اجتمعنا معاهم وشفناهم زي اللي كسروا حاجز الخوف اللي عندهم، يعني تشجعوا كتير منهم، تشجعوا شفنا إيش مالهم يعني. فهذه التعليمات كانت شرحنا لهم إياها بطريقة مبسطة. حلو. كانوا بداية شوي متخوفين لكن بالعكس ارتاحوا وكتير كان في إقبال يعني كويس. ممتاز. يعني إحنا بالنهاية كل هذا الجهد وهذا التعب من حملة صداقة، من وزارة التنمية، وأيضا العمل بمصلحة المرأة الأردنية. وهون زينب يعني بالنهاية بحب أسمع منك على أرض الواقع، كيف لمستي، يعني أنت أكيد بتحكي مع سيدات، كيف لمستي وجود حضانة قديهك خلص راحت بال يعني كان في استقرار وظيفي، الأمن الوظيفي بالمكان العمل. يعني المرأة بطلت تهكل هم أولادها، حتى لو ابنها مريض يعني عارفة كيف في مكان آمن ومرتاحة. يعني حتى بشهر 10 اللي احنا فيه، يعني صار عندي أنا كان كل بداية شهر في تعيينات. هلأ الشهر هذا زاد عدد العاملات أكثر من كل شهر مضى، يعني لما عرفوا انه في حضانه صار في اقبال وظيفي اكثر على العمل، وهذا شيء طبعا هذا الهدف بيزيد عدد عمالتنا وهذا اللي بدنا اياه. صح، يعني قد ايه احنا عندنا نسبه نساء متعلمات خريجات توجيه وكمان جامعه، ولكن بالمقابل بتنخفض نسبه المشاركه. ف يعني تطبيق هيك ماده بالفعل قد ايه ممكن ينعكس على الوضع الاقتصادي بالاردن. بالزبط. يعني ما عم نحكي عن شيء بسيط. بالنهايه ريم، يعني بنحب ننوه انه انتم موجودين وجاهزين وحاضرين على مدار لكل الاستفسارات والأسئلة. بالضبط، إحنا كفريق تقني بصداقة مستعدين إنه نكشف على المكان، نساعد بأي مساعدة فنية تقنية محتاجها صاحب العمل حتى يقوم بتأسيس هاي الحضانة في مكان العمل. يعني أكيد لما بيكون مشاركة المرأة في سوق العمل أكبر أكيد الوضع الاقتصادي رح يتحسن. صح. وضع العائلات رح يتحسن، وهالأيام العائلات محتاجة دخلين مش دخل واحد. مزبوط. فلما بيكون مشاركة المرأة العاملة كأم في سوق العمل أكبر أكيد كل الوضع الاقتصادي رح يتحسن. يعني على أمل بالفعل أنه هيك تكون راحت بال للمرأة العاملة، ما تستبعد موضوع الحضانة أو تترك عند الأهل، هيك خلاص بمكان العمل عم بيكون إن شاء الله وجود حضانات بتسهل الموضوع لكمان صاحب العمل والسيدة. أشكركم، يعطيكم ألف عافية. ريم أبو الراغب، عضو مؤسس في حملة صداقة من الفريق التقني. كمان دي أشكر غدير محمد محو، رئيس قسم الحضانة من وزارة التربية الاجتماعية. شكرا لك. وزينب الشواكي، شكرا لك، انت مدير شؤون الموظفين. شكرا لحضوركم.